البنات غتكونوا كامل لاباس، رجعت لكم فيديو منتظر عندكم اشهر، وانتم تطلبوا في الكتروميناج ولا حوايج هكذا بارفاسيليتي، جبت لكم عند من عند كوندور، الفرع تاع كوندور. شوفوا نشرح لكم قبل العنوان، راهم كانوا حلين في البلاد وبدلوا ولاو في حي الهواري بومدين في نفس الكارطة اللي فيه مسجد الكرامة. سقسيو على مسجد الكرامة، تهبطوا طول تلقاو كوندور، والله تقدروا تروحوا في كيما نقولوا في الجهة المقابلة في الدورة، كاين مخبر تاع تحاليل تعيارات راهو في الدورة قديد وين يعايروا يعني. واللي ما يعرفش طول، شفتوا الكارطي تاع الفايونس وين يبيعوا البنتورا والفايونس، هذا الكارطي اللي وراه مباشره سما مسجد الكرامه، ورا الكارطي تاع الفايونس قد في نفس الكارطي اللي في مسجد الكرامه، الكارت فيزيت تاع المحل وكل التفاصيل حنخلي لكم فيسبوك في صندوق الوصف وكل شيء. اولا الكمامه اجباري، ممنوع الدخول بلا كمامه، المعقم كاين سما الشروط راهي كاين عندهم كل شيء، عندهم البيع كما نقولوا كاش، تروحي طول تشري تسلكي تهزي حاجتك وخلاص. هذه دوك نعرفكم على الحوايج والاسعار راهي مكتوبه عندهم، بيع بالتقسيط، السعر يتبدل، كاين حوايج يزيدوا شويه في يعني في التقسيط. التقسيط دوك نفهمكم، شوفوا التقسيط يخدموا مع الموظفين اللي يخدموا عند الحكومه، سما موظف ولا متقاعد ما يهمش، اي واحد يخدم عند الحكومه وعنده شهريه ثابته يقدر يشري عليهم بالتقسيط. التقسيط والحوايج والوثائق وكل شيء دوك نحطها لكم تلقاوها كابتير، حبسوا الفيديو وشوفوا الوثائق ولا اتصلوا برقم الهاتف دوك خلي لكم في صندوق الوصف يشرحوا لكم اكثر، اكيد هما عندهم خبره ويشرحوا خير مني يعني. الاقتطاع يعني كيفاش كيفاه يديو سوارتهم كيما نقولوا، كل شهر يديو مباشره من الشهريه، طول من البوسطه كي تدخل لك الشهريه طول تنقص 500 ولا 300 ولا 200 ولا 600 ولا على حسابتي واش شريتي، تقدروا تشريو مش حاجه واحده، تقدروا حاجه زوج كذا، المهم هما نظن انه تقدروا تشريو قيمه ميزانيه ثلث اضعاف شهريه تاعكم. هذه بالنسبه للموظفين متقاعدين، المهم اي واحد يخدم عند الحكومه. وكاين ايضا العمال النفطال عندهم اسعار خاصه سواء في الكاش سواء نظن في التقسيط، المهم عمال النفطال شركه كوندور مدايره مع عمال النفطال اسعار خاصه، الاسعار تتبدل تنقص، عندهم تخفيضات عمال النفطال. وايضا بالنسبه للتجار واللي عندهم ريجيستر والامورات اللي يخدموا عند البريفي، ثاني عندهم حصه راهم دايروا لهم وفروا لهم البيع بالتقسيط، دايرين هكذا كيما نقولوا شراكه مع بنكا بدون فوائد ما فيها حتى فايده. هما يعني البنكا نظن تحدد المبلغ ولا البنكا تسلك عليكم، المهم فيها اجراءات وذيك، تقدروا تتصلوا برقم الهاتف تاع الفرع يشرحوا لكم كل شيء. ثاني مع البنكا هذيك راهي بدون فوائد باش نشرح لكم. واهم حاجه اللي عجبتني بزاف ما كانش الدفعه الاولى، مثلا كيما نقولوا شيتي حاجه ب 10 ملايين ماشي لازم تروحي تدفعي لهم 5 ملايين نص الدفعه الاولى ومن بعد تبداي بالتقسيط، من اول شهر تبداي بالتقسيط، عندهم كلش كيما راكم تشوفوا. راني درت لكم جوله خصيصه دوك نبدا لكم الشرح بالتفصيل، الشرح شويه نشرح لكم انا، شويه نشرح لكم خويا، شويه نشرحوا لكم اصحاب المحل وهي رايحه باش تديو نظره. صفحتهم فيسبوك ورقم الهاتف وكل التفاصيل تلقاوها في صندوق الوصف، تقدروا تتصلوا بهم تسقسيهم. انا يعني ولا رحت ليهم خصيصا على جاي الكونجيلاتور في خاطري كونجيلاتور صغير، لقيت انواع اشكال لقيت كل شيء. المهم هذا هو الملف المتوفر تاع بالتقسيط يعني، ها بليكم ديروا كابتير وشوفوا، تقدروا ما تهزوش حاجه واحده زوج ثلاثه عادي، كي تكملوها تزيدوا تعاودوا ديروا بارفاسيلتي على حاجه اخرى ما كان حتى مشكل يعني، مش تشري مره واحده وخلاص. هذا بالنسبه للبريفي، هاي البنك الخليج الجزائر هذا هو اللي مديرين معاه العقد، اللي عندهم ريجيستر والله يخدموا عند بريفي ولا يحبوا يشري بارفاسيلتي يتصلوا بهم يشرحوا لهم. الفرع راه في العلمه في حي هواري بومدين، تولى مسجد الكرامه، تولى الكارطي كيما نقولوا تاع الفايونس والبنتورا وراهم مباشره. الوثائق كيما راكم تشوفوها تقدروا ديروا كابتير ولا تتصلوا بالرقم يشرحوا لكم اكثر فاكثر. هذا هو ملف البيع بالتقسيط، تشوفوا الملف ديروا كابتير وشوف. اول حاجه نبدا لكم بها هي التي في، شوفوا التي في عندهم لي موديل كامل 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 فول اتش دي، عندهم السامبل كيما نقولوا 43 بوص، عندهم 55، عندهم سمارت، عندهم 4K، كلش الاسعار راهي مكتوبه قدامكم، ها كلش مكتوب تما كل واحد مقدور، كاين من الصغير للكبير من 32 وقيله بوص حتى اكبر واحد. الكاليتي كامل فول اتش دي، كاين سمارت، كاين 4K. واما بالنسبه للتفاصيل الدقيقه هذيك ما نعرفش فيها كيما نسى، وكل
يعني اللي يحب تفاصيل وذيك راكم ديروا كابتير، كل شيء راه مكتوب هنا، الاندرويد والمشاكل هذيك وكلش، الانترنت والويفي واليوتيوب كل شيء مكتوب. انا نهضر لكم بصفه عامه، الاسعار راهي مكتوبه عادي، هم كاين الكبار كاين بثمانية كاين بربعة كاين الصغير خلاص تاع كوندور، ثاني كاين ظن يدير حتى 17 100 الصغير خلاص، يعني تاع شنابر ولا تاع كوزينات. انا نشجع بزاف يعني الكوزينات تكون فيها تيلي، انا تاعي مركبت لها رحمة ربي تخدمي وتتفرجي. كاين كبار خلص اسعاره كل متوفر، هادو كيم اي حاجة عندهم هنا في الفرع تقدروا تشيوها بالتقسيط، سما مشي مثلا يقولوا لك هذيك ما نبيعوهاش بالتقسيط وهذيك نبيعها، كلش قابل للبيع بالتقسيط. ناس بزاف يتعاملوا معاهم، اللي يتعاملوا معاهم يكتبونا في التعليقات رايهم، على بالي بلي كاين من العلمة يعني اعداد هائلة راه تشري عليهم بالتقسيط. شوفوا هذا ارخص وحده ويدير 1750، هذا صغير يليق في الكوزينه ولا كليم ال كليم ال دو هذا كوندور اسي كون 5 120 100 الير 136 ومننا ثاني عندهم كل ما هو رقمية متوفر عندهم، كل شيء باور بانك الأمارات هذيك تليفون سامبل، شوفوا تليفون سامبل العادي اللي يهضروا برك تاع 200 300 400، ثاني متوفرين بالأنواع يعني. واحسن حاجه انكم تشريو كما نقولوا من الفرع الاصلي خير من تشريو من محل والله يبيع عليهم، هكذا تضمني بلي تاعهم ماهوش كوبي ولا تاع الفرع، والسعر اكيد عندهم اقل من الاماكن الاخرى. مليون و50 هذا 1600 لي طابلات، التليفونات جدد لاطقة الير ان 3 22 جري، عندك كليم ال 4 كليم ال 8 برو كليم ال 6 برو، بروبوك بيدو كوندور جينا للثلاجات الصغار، هذو ثلاجات صغار، هذو كاين اللي يديرهم في شنابر كاين اللي يديرهم في الكوزينات، المهم ما صغار في الحجم. هذو 176 لتر فيهم اربع الوان، هذو يديروا 3 ملايين و100، هذه كي تشريها كاش وكي تشريها بالتقسيط يزيد السعر شوي، وبار فاسيليتي كسعت كل واحد وشهريته، كاين اللي 500 300 200 كل واحد كيفاه، تقدري تسلكيها في 6 شهور في عام على حساب المفاهمه وخلاص. التفاصيل هذه تلقاها عندهم اكيد ماشي عندي يعني. شوفوا الالوان تاعهم مش مليح، يهبلوا يهبلوا خاصة الأحمر يعني. وكاين أيضا هذو الكبار 600 إطرة، كاين أنواع بزاف، الأسعار راهي مكتوبة 4 ملايين 5 48، كيما هذا 4 ملايين 800، الألوان متوفرة كل واحد يشري مقدرو يعني. أنا لحد الآن ولا ما عندي ثلاجة مسقمة يعني، عندي واحدة قديمة من التسعينات ولا الثمانينات، مانيش حابة نزرب نشري، قلت بعقلي اللم ونشري هكذا واحدة مليحة وخلاص يعني. الحوايج هذو مهمين في الدار سيرتو كي تشوف هكذا حاجه مسقمه تعمر، وكل شيء عندهم بالغارونتي، كل حاجه كاين اللي فيها عام كاين اللي فيها عامين كاين اللي فيها 3 سنين عندهم غارونتي يعني. نتمنى يعني الموظفين يستفادوا من التقسيط، خاصه يسقسوني بزاف. جينا للكونجيلاتور،
اكيد في العيد، وقت العيد الكبير الناس كل تشري. شوفوا عندهم طربه موديل، الصغير والمتوسط والكبير. الصغير 150 نيطرا، ما فيهش كوفير زجاج كما راكم تشوفوا، يتحل طول، هذا يدير 28 150. هذا المتوسط صراحه هذا هو اللي عجبني واللي حابه نشريه، هذا هو، هذا يدير 300 و300. متوسط فيه زجاج، ميم كي تبقى يحل الباب ما كيما نقولوا الحوايج ما يذوبوش لداخل الخط، راكم تشوفوا الزجاج من فوق مسكر، ميم وتي حل الباب ما يصرى لهم والو الحوايج لداخل. هذا 300 و300 فيه 250 لتر، وكاين الكبير خلاص اللي عندهم مساحه في الكوزينه كبيره يقدروا، اكيد الكبير احسن. الكبير فيها يدير 400 لتر ولا 650 لا ما تذكرت، المهم زايد عليهم. هو الصغير 150 250، والكبير نظن 650 لتر، نظن 650. عنده هذيك الفتحه تاع التنظيف، يعني تقدروا تنظفوه بسهوله من برا ومن داخل، كي تحبوا تغسلوه تغسلوه بكل سهوله. ايضا الحاجه اللي عجبتني فيه، فيه المفتاح، تحبوا تسكروا على الاولاد ولا ذاك، المهم فيه المفتاح. وحجمه كبير، يعني كبير، كاين الصغير كاين المتوسط كاين الكبير. انا شخصيا يعني عجبني المتوسط، كيعاد فيه الباب تاع زجاج ومتوسط ومش كبير بزاف. هادو الشافوات كاين هكذا سامبل تاع 1,050,000، وكاين تاع 1,500 1,200، كاين انواع. وهادو كاين كيما نقولوا فيهم سيستم سيكوريتي، كي تحلي الماء سخون يشعل وحده، كيما هذا تاع 1,600 كي تحلي الماء سخون يشعل وحده. الرياشات كاين تاع تيليكوموند عادي صغيره تاع 450، وكاين هكذا ب 500. يعني عندهم كلش، اي حاجه تخص الالكتروميناج ولا حاجه في الدار تلقاوها. جينا الماشينه لافي، ماشينه لافي تاع البلاستيك، وهذه كيما تاعينا عندي تاع بلاستيك فقط، مازال خطر اخر ان شاء الله شي وحده من الملاح. كاين 1,900، كاين زوج ملايين على حساب 8 كيلو 10 كيلو 12 كيلو، فيهم بزاف لي موديل. انا عجبوني هذا ايضا، هذا تاع البلاستيك وجاي من فوق شغل انكاستري هكذا، كلشي مغطي، تسكر تولي شغل فيمي كامل، باهيين يهبلو. كاين 8 كيلو، كاين 10 كيلو، الاسعار مكتوبه 1,800 1,200، كلشي مكتوب. كيما هذه عندها رجلين، يعني تقدر تحطوها على رجليها هكذا، وكاين هذو اللي راهم داير حال الناس كلت ليهم، اللي بين الحديد والنيلو تقريبا، هذو يغسلو ثاني كلش وحدهم، تغسل تشلل تعصر وحدها، مش يعني توفي معاه، مش كيما تاع النيلو. كاين 8 كيلو، كاين 10 كيلو، وهذو يمشيو بالماء سخون وبرد، عندهم النار تلقاو بلاصة العين سخونة وبردة، دوك نصورها لكم هاي ليكم، سخون وبرد. وكاين أكيد لي كلش واحدة من المليح، حاطة أحسن وحدة وأغلى وحدة، هذيك هي اللي عجبتني أنا، ديما نخير الحاجة الغالية، هذه 7,900,000. شوفوا هذه تغسل وتعصر وتنشف، هذه هي اللي تلبسي طول كيما نقولو، كي تعودي مزروبة تغسلي حاجة تلبسيها مباشرة. هذه كيما نقولوا تعصرها وزيد تشورها وزيد تنشفها، اغلى وحده 7,900,000، فيها لي كولير هايله بزاف بزاف. وكاين في الموديل سامبل تاع الحديد لي ثاني تغسل وتعصر وكل شيء، تعصر فقط. هذه نظن اسمها الاطروا بليس، فيها 3 الوان، السعر تاعها 5,700,000. فيها الدوري، فيها البيضه، فيها النوار، وفيها النوار وفيها الكري. ديمونسيون تاعها 55، بريز 26 27 27 22، عندك الفور تاعها من تحتها يطيب ومن فوق يقري. فيها 3 سنين وينها السفير؟ هذه السفير، السفير هذه فيها الجري وفيها نوار، فيها دو كولور، فيها الجري وفيها نوار. هذه ديمونسيو تاعها 60، دير 29 150. هنا الفور تحتها طيب ومن فوق تقري، عندك رامي يسري. فيها كاتشر، فيها 3 سنين غارونتي مونتون. عندك نولي ولا هذه، هذه هذه الموديل هذه اسمها الروبي، الروبي فيها دو كولور، فيها نوار وفيها الكري.
فيها البلون هذه افي فونتيناتير هذه الموديل هذا فيها كاتاليزر الفور تاعها لهنا فيها كاتاليزر ثيرموكوبل فيها كاتفل هذا تاع حفونس فيها تروا فيتراج ثلاثه هنايا فينيا برودوي فيني ميكرون دو غري لي فور لي فور عندك فور كاين غاز غاز عندك الموديل هذا غاز غاز من تحت غاز ومن فوق غاز كاين في الكري وكاين في النوار وكاين الموديل هذا كاين غاز تريسيتي من تحت غاز ومن فوق تريسيتي كري الكريير بتريسيتي بو عندك هذه لافيسيل هذه 15 كوفير نروح لدي بلاك دي بلاك كاينه هذه 5 فير يا ثاني هذا شبه حفون تاع غران سيني وعندك هذه هنا فيها ثيرموكوبل الجاج مترومبي وكاينه هذه سيمبل وكاينه هذه بزوج غاز زوج تريسيتي لا بلاك تريسيتي يكون اي حاجه عندك لي هوت كاينه هذه 70 فيها ديتكتور ديتكتور افابير تي هذه كي تابوي انتي لهنا فيها ديتكتور افابير كي تجي لافابير شعل كي تروح لافابير يطفى شنو لازم تاكتيفي تي هذه تاع عندك هذه نوار سيت 60 وكاينه هذه ستاندار وهذه شوية تاع تريستي عجبتني بزاف 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 دير 700 عجبتني يعني الكاليتي تاعها ما تلزقش نوعية ممتازة ثقيلة مليحة عجبتني بالبزاف وكبيرة وأيضا بالنسبة للأجهزة الخفيفة هذه كاين كيما تاع القهوة كاين هذه العادي اللي نحطو فيها القهوة العادية والماء تجي قهوة خفيفة وكاين أكي تاع لي كابسي اللي يدير حتى 100 وكاين هذه تاع العصائر الباتور الامارات هذيك كيما العصائر ننصح بها ايضا الرياضيين اللي يديروا البروتين وهذوك الخفيف كاين كاين كلش الحوايج الرقيق كلش الباتور الروبويت يعني اي حاجه في الرقيق كاين وكلش تقدر تشري بار فاسيليتي تاع لي غوفر هذه اللي طيب الجهاز تاع البخار تاع الخضره وذاك اللي طيب يعني على البخار باش تحافظوا البراميكسور كاين في الانوكس والبلاستيك الروبو هكذا طربا بياس كلش متوفر ميني هذوك حديد الصغير هذوك اللي يديروهم معاهم في ليزيات في الكابيت تهزوهم معاكم في السفر كاين الجهاز هذا اللي يدير 650 الجهاز هذا انا على بالي بلي خدمت يحول التلفاز العادي يقلبو السمارت يخدم بالويفي حنا عندي واحد في الدار يعني لا حبيتو تفهموا عليه نقدر نسقسي زوجي اكيد هو يفهم فيهم انا ما نفهمش فيهم يفهمني ونفهمكم في الجهاز هذاك اللي دير 650 انا مركبه واحد في داري يعني هو يحول التلفاز العادي الى تلفاز سمارت يخدم بالويفي العصارات ثاني متوفرين الروبويت هذه كيما نقولوا هذه مفيده الناس خفه على هذو بزاف حابه نشري ثاني وحده هذه اللي دير الماء سخون ما بارد عادي واللي عجبني في الموديل هذا انه من تحت فيها ثلاجه صغيره هذه دير 1850 سما تلف في الشنابر من تحت تقدري تحطي الماء ولا الماكله ولا هذاك ومن فوق هاي تعمريها فقط وتديري ما سخون لا بارد كيما تحبي الريسبيراتور عندهم زوج موديلات هذو مدفأة كهربائية يعني كيما راكم تشوفوهم هذا يمشيو بتريسيتي الاسعار راهي مكتوبة ومام طو هذي فيها الكابل تاعها فيه 6 متر 7 مترات 7 مترات الكابل تاعها تاع 7 متر تمشي هذا تمشي عادي كي تطوي وهذي عادي تسحل وتتنظف
وهذا هو الكليماتيزور الكبير خلاص تاع 18 يدير 8 ملايين و100، تاع 12 يدير 5 ملايين و300، والصغير تاع 9 يدير 4 ملايين و500. وهذا اللي حبته بزاف بزاف وهايل هذا كليماتيزور موبيل ولا كيفاش عيطوا له، هذا يتنقل تحطيه في الصالون تحطيه في الكوزينه تحطيه في الشنابر كيما تحبي في الهول، يدير 4 ملايين و400 كيما شفتوا. ومنه ايضا هذا الجانب تاع العجينات، شوفوا انا عندي عجينه كوندور عيمين وشريتها ما نكذبش عليكم، قلت نشريها نعقب بها برك ما عنديش خاطر خان شي واحده مليحه، لحد الان مازلت هايله وشريتها غير ب 1800 والله غير هايله. كيما هذيك تاع 2200 ننصحكم بها العجينه بيسك حديد في حديد وهايله، ميكرو ووند الفور الامارات هذو كاينين، روبو ديجيتال هذا احدث موديل عندهم تاع 1250. العجينه هذه هي اللي قلت لكم ننصحكم بها تاع 2200 حديد في حديد، هذه راهي هايله ما معاهاش الاكسسوارات بس عجن. نتمنى يعني تكون جوله خفيفه ظريفه وتكونوا استفدتوا، اكيد ما قدرتش نصور لكم كلش الفيديو اصلا راهو جا طويل بزاف بزاف. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وبارطاجيو وخليوا لي تعليقاتكم، ثم عليكم الاشتراك والدعم وانا عليا نوفر لكم كل شيء، فقط اللي حاب يرسل صاحب المحل ولا الصفحة ولا أي حاجة كل التفاصيل في صندوق الوصف، رقم الهاتف وصفحة المحل فيسبوك.